بدي اسالك اليوم كيف التربيه الجديده، وكيف انت ايضا كنت ايضا انت تربوي، كيف انت اليوم بتتعامل مع التلاميذ؟ يعني انا باسف بعد اذا بسمع هلا من انسان تربوي مخضرم يعني قضى عمره بالتربيه وبقول لك هلا الاسلوب الصحيح هو الضرب. يعني كل اللي قدمه الاستاذ بلش لك نقطه اولى وثانيه واخر شيء قال لك هو بيضرب وهو بيعمل فلقه وهو بيعنف معنويا. ما في يعني ما بتصور اني بعد هلا بوقتنا نحن هلا بالقرن ال21 في استاذ بيعلم مدرسه وبيستعمل اسلوب التعنيف او الضرب. بعدهم لليوم هون السؤال اليوم بعدهم لليوم بالسلك التربوي. انا تجربتي صغيره بالتربيه، انا عمري 28 سنه بالتربيه بعلم. طبعا نجاحي فيهم هو ب20 سنه، يعني بالطريقه اللي وصلت فيها للاستقرار بعمليه التربيه. أول شيء الأستاذ هو مصدر ثقة لازم يكون لكل التلاميذ. مجرد ما أنا صرت في ثقة بيني وبين هالتلاميذ راح يحترموني، راح يحبوني، راح يسمعوا كلمتي إن كانت بالصف وإن كانت خارج الصف. مسألة إنه والله مش كسلان، مش عم يدرس، بيعمل فوضى بالصف، هودي كلهم بيتعالجوا بأسلوب كتير بسيطة. بس العقاب مش ضروري يكون هالعقاب القاسي، في أحرمه من ساعة رياضة، في أحرمه من ساعة ندرس أول شيء وقول له ليش، في أحرمه من رحلة، في يعني في أكثر، في عشرات الأساليب في استعملها لحتى لي ما عنفوا للصبي. أول شيء معنويا، بعدنا ما عم نحكي عن الضرب. نعم. بس معنويا ما بيسوى عنفوا. اليوم قديش بعد هالأساليب اللي عم تحكي عنها موجودة بالمدارس؟ لا أقول لك قد اليوم بعدها موجودة بالمدارس؟ لا لا لا، هيدي الأساليب الضرب والعصا انتهت نهائيا. أو لك انتهت نهائيا؟ لا مش نهائيا، لا أنا ما فيني أقول عن نهائياً. أفظع وجوه لما يقولون عنه تربية عن بعض المدارس والوحوش. المعلمات يضربوا مثلا بنبريش تبع الفرد الشمع، كان مثلا يضربوا تلاميذ. حملني عن دينتي، انخزقت من هون، اكيد التعنيف. بوقت تركت المدرسه يعني وبطلت كتير انجح بسبب هيك، تعقدت. كان هو عم يحكي بس طلعوا برا الصف، بلشوا فيه بالمسطره الطويله وهون اجاه حمر كله. هذيك المره لقيت مثلا المس ماء بالصف، كمان شفت رفيقتي من شعره وخبطتها بالحال. نبريش هيك تخنوا، كان انا كده خبيت فيه سمك مرطب يعني بيزي. كانوا يشدوا من ديناتنا ويضربونا بكفوف على وجهنا. واحد اذا يعني عركش بالكلمه يضربوه كف، ويمكن كانوا حيطردوه لرفيقي، ضربوه بالمسطره كبوه، بعدين ما وقفوه على الحيط كبوه هيك دغري على الحيط. كل عصاي مترامي كسر لي اجري لاني قمت على اللوح وما عرفت حلات الجغرافيا، وكسر لي اجري، ضربني بالارض وبلش يحطني الارض ودعس على اجري وانكسرت. اجى ابن عمي حكى مع المدير والمدير ما عمل له شيء، قال له هذا ما بيأثر كلها كسرت اجر. جاب في مصر جلد او ما سلخ لي فيها ايدي، بيطلعوا المسطره وبيضربوا علي. خنقت انا وياها المعلمه، هي تضربني انا اضربها، صفقتني كف صفقتها كف. كنت تحت القصة او قفت على الحيط عم تضربني عم رابط ايدي، عم بلشت فين ضرب ضرب كسرت ايدي، عم تاخذوني على حكيم وجاخي. انا ابني تعرض لضرب من قبل الاستاذ وعور واجره، وانا سمحت الاستاذ طبعا كوني اني انا ما بدي اخرب بيت الاستاذ. الاستاذ ما بيرد الا بده يضرب، بيضرب بالعصا بالقضيب شو ما كان يطلع قدامه، مره ضربه على ايده ورمله اياها، يعني من نوع الكسر. يشبه يا حمار يا جحش، بيضربوا يعني بقسى، ما انه بيضربوا الولد يعني نتي وخلاص، وما تجي الضربه تجي ما بيهمون. استاذ بيضربنا فاهلي بيضربوني اذا ضربني الاستاذ. الولد يعني اجى ليتعلم مش ليجي ياكل خبير. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.